مساء الخير يا جماعة، احنا جينا النهاردة عشان نزور أمي الله يرحمها. أمي توفيت يوم 25/5/2021. جينا النهاردة عشان نزورها ونقرا لها الفاتحة، وعايزينكم انتوا كمان تقروا لها الفاتحة واذكروها في الدعاء. الله يبارك لكم وانتوا بتصلوا، وكل الناس اللي هتشوف الفيديو دوت تدعي لأمي. اهو اهي المغفور لها بإذن الله. إنا لله وإنا إليه لراجعون. الفاتحة يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف رحمة ونور عليك يا أم. ادعوا لها يا جماعة، ادعوا لها الله يبارك لكم. هو احنا لسه جايين اهوت وعشان نزورها، اهو شايفين دوت المدفن بتاعها اهو. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اجعلنا سهل الجنة، اللهم اجعل مع الصديقين والشهداء والمتقين، اللهم اجعل مع حبيبك مصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب يا جماعة يا ريت تدعوا لها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. امين يا رب. اللهم اسكنها الفردوس الاعلى يا رب. الف رحمة ونور عليك يا امي، ادعوا لها يا جماعة. ادعوا لها يا جماعة يا ريت، ما تنسوناش في الدعاء. الله يبارك لكم، الله يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا.